إنها معنا وبيننا الليلة، تشعرون بوهجها، لذا لن أطيل كثيرا. إنها الجائزة والتكريم، إنها الصوت والضوء والتاريخ، إنها زمن في أعوامها السبعين، إنها عمر بحلوه دون مر علقمه، إنها بشر في إنسان وأعراق في هوية، إنها لبنان الذي يعلو باسمها ويتعمر بأرشيفها، إنها لبنان الذي يعلو باسمها ويتعمر بأرشيفها ودخل ترابه بأغانيها، إنها الأسطورة ولن أطيل أكثر. أكيد عرفتوها كلكم، هي كرمت لبنان قبل ما تنتظر منه أنه يكرمها، وتكريمها اليوم هو تكريم لألنا. أطلت السنة بالعام 2005 بفيديو كليب يانا يانا للمخرج بشير أسمر، وشاركتها فيه الفنانة رولا سعد بتجديد لهالأغنية زائعة الصيت، فاعتبر الأمر مغامرة جريئة من الشحرورة اللي عرف عنا اندفاع الدائم لتشجيع المواهب الشابة. بس نجاح الكليب الشعبي الكبير جعل لجنة التحكيم بأحد الاجتماعات اللي غابت عنه نص الصباح أنه يقرر تكريمها بمفاجأة، وهي جائزة خاصة لتحيتها لعدم انهزامها قدام العمر واستمرار جهادها ونضالها بفنها لفترة تجاوزت 60 عام، وهي فعلا أسطورة وبتستحق كل تكريم. تفضلي. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. وصحيح أنا بعد كل هالسنين بعدكم بتحبوني، كتر خيركم والله يخلي لي إياكم وما ألي غيركم. أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بالست مديحة يسري، ست الكل حبيبة قلبي أنا، وأهلا بليلى علوي الممثلة قديرة حبيبتي أنا، أهلا وسهلا. ومهما أوصف لكم المصريين وفنانين وشو بيحبوني كيف عملوني، والله يخلي لنا مصر اللي هي كمان عملتني معكم. اهلا وسهلا. ليكو انا ما بعرف احكي، لبنان الله رسمه وبده يرجع يرسمه. يا نايا يا نايا في حبيبي أموت أنا.
تشاهد.